حياكم الله مشاهدينا من جديد. نبدي معكم أولى فقرتنا الحوارية. مثل ما قلنا نواف إن اليوم وهو اليوم الثالث من مايو وهو اليوم العالمي لحرية الصحافة، فلا يمر يوم إلا ونستحضر مدى أهمية المعلومات التي يقدمها الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام لإيصالها للقارئ بكل صدق وحيادية. يا نواف، العالم كله يحتفل في هذا اليوم تقريبا، في كل من يهتم بالصحافة والصحف اليومية كانت ورقية وحتى إلكترونية، والذكرى السنوية 11 لخطة عمل الأمم المتحدة بتنظيم العمل الصحفي وسلامة العاملين عليها من ذوي الاختصاص. وبهذا الشأن نستضيف في برنامجنا اليوم الدكتور محمد البلوشي، عضو هيئة تدريس بجامعة الكويت قسم الإعلام. صباحك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا وكل عام وانت بخير. انت بصحة وعافية اجمعين ان شاء الله. حياك الله دكتور محمد. في البداية يعني في السنوات الماضية كنا نشوف الناس في الإشارات المرورية أو حتى في مواقع الانتظار مثلا بالمستشفيات وغيرها من الأماكن، كنا نشوفهم يمسكون ويقضبون الجريدة ويقرون، لكن الحين للأسف ما قمنا نشوف الجريدة الورقية موجودة، فنبي رأيك مع هالنقلة النوعية اللي صارت. ماشي. الصح الوسائل الإعلام بمجملها تمر في مراحل تغيير، والتغيير يفرض يا أما الجمهور أو الحاجة اللي هو كيف تقرأ أي وسيلة أو مشاهدة. بالتقادم تسقط التقليدي يسقط، يعني هذه قاعدة عندنا، بالتقادم العمل التقليدي يسقط، الناس توجهت لوسائل أخرى، وهي ظاهرة بالعالم وليس يعني قياسا على الكويت. الوسيلة التقليدية بدأت تختفي، منها كانت الصحافة لأن هي عادة أكثر وسيلة تتأثر بالمتغيرات لكونها أقدم وسيلة موجودة. فالتغيير بالمضمون أدى لتغيير طبيعة الناس، فالناس ما لها نفس تقرأ مادة طويلة دسمة، دور مادة أقل ما راح تلقاها بالصحافة التقليدية، راح تلقاها قد تكون صحيفة بس إلكترونية، فبالتالي صح. الجمهور يتحول. الصحف اللي ما واكبت هالنقلة خسرت قاعدة الجمهور. يعني هي قاعدة هذه، إذا ما لبيت احتياجاتها تنتقل منك تروح لوسيلة أخرى. والجمهور حاليا يدور الشيء السهل اللي ما يتطلب ثقافة عالية، ما يتطلب علم عالي، ما يتطلب حتى تكلفة. فالحين انتقلوا إلى كلها وسائل تقليدية غير تقليدية خاصة بالتليفونات. يعني. طيب. نقدر نقول عفوا نواف، نقدر نقول إن الصحيفة الورقية ماتت يعني؟ هي ما عادت موجودة في الشكل التقليدي القديم. المحافظة عليها يعني قد يكون في قاعدة قراء بس يقرؤونها على الموقع الإلكتروني. بي دي اف حتى عندنا دراسات شوي قديمة. متوسط اللي هو واحد يقعد يقرأ جريدة وصار دقيقة وستة وثلاثين ثانية. تعتبر مدة طويلة. هاي مدة قليلة. بالسابق كان يقعدوا 20 دقيقة مع الصحيفة التقليدية. فتخيل من 20 دقيقة إلى دقيقة وستة وثلاثين ثانية. فبالتالي حتى بالصحيفة الجديدة هذه الإلكترونية هم النفس ما عاد موجود عند القارئ. طيب أنت أكاديمي وأستاذ صحافة في جامعة الكويت، في يعني فريقين، فريق واكب التطور بقي على الورق وموجود كتطبيق وموجود في وسائل التواصل بكل الأشكال، وفريق لا انتهى من الورق واتجه مباشرة وبكل طاقته إلى السوشيال ميديا والتطبيقات وغيرها من أجهزة ذكية. مع أي فريق أنت؟ أنا مع الاثنين لأن السوق يحتاج، بس التقليدي ما يحصل له يعني ما يحصل له سوق بالسوق الإعلاني، سوق القراء ما راح يلقى له الهامش الكبير. المادة تجبرك أن ما تكون تقليدية لأن ما حد راح يقرأ. فالقالبية هنقول 80% متوفرين في الوسائل غير تقليدية اللي هو الحديثة. فبالتالي لا القارئ ولا المعلن، إذا بنحسبها حتى تجارية أنت تدور قارئ عشان تحصل على معلن راح تلقاه في التقليدي. ففي ناس دخلت بين الاثنين، يعني بين التقليدي وبين يعني موقع الكتروني لصحيفه تقليديه الاعلان ينزل بطريقه مختلفه عن كان بالسابق عندنا كصوره ثابته. الصوره ثابته بس ما راح تلقاها، يسمونها البي دي اف. بالضبط. بداوا يحطون البانرز وكذا بالمواقع عشان يحصلوا على المعلنين. بداوا يدخلون اللي يسمونه انستريم او اوت ستريم اللي هو اعلان بس شك فعليا هو مو اعلان، هو تغطيه صحفيه صح. مدفوعه الاجر. بالضبط. حاليا اللي تشوفها معظمها هي يسمونه انستريم. فهو اعلان تقريبا 5 دقائق يوصل. فبس مضمونه ما راح تصيد اعلان، كان هذا المضمون برعايه كذا ومدفوع الاجر كامل. بس هو قاعد يروج لسلعه وخدمه كامله. بالسابق كنا
نقراها خبر، حاليا نشاهدها صورة منقولة يعني. صحيح دكتور محمد، يعني مثل ما يقولون ان كل مهنة لها تحدياتها، نبي نعرف منك شنو هي ابرز التحديات والصعوبات في مجال الصحافة حاليا؟ هي الكوادر، مهارة وكفاءة الكوادر اللي تشتغل، المتغيرات سريعة تحتاج مهارات وكوادر مختلفة متأهلة للنقلة هذه السريعة، يضاف لها الثقافة العامة. المادة حاليا في وسائل الإعلام تنبني لمستوى عالي جدا على الثقافة العامة اللي هو الاطلاع بالأحداث ككل، يعني رياضية، ثقافية، موسيقية، دينية، مع المواسم الموجودة. فحتى هو يتمكن من التغطية السريعة لازم عنده المام. المام هذا ما يأتي فجأة، يأتي من متابعات يومية يمكن تأخذ لك ساعتين ثلاث من مجريات الأحداث بالكويت، أو إذا أنت على مستوى أعلى المحيط فيك حتى توصل لهذه المعلومة. فهي معرفة بالتقنيات على الأقل حد الأدنى مع الثقافة العالية تواكب المادة اللي تقدر تقدمها للجمهور، غير هذا راح يصير عليك صعب جدا. الصحف الإلكترونية دكتور ممكن أوجدت شكل مشكال الصحف بطريقة أخرى. قبل كنا نشوف الصحفي يأخذ المسجل الصغير يروح حق مثلا المسؤول أو كذا ويحاوره ومن ثم يفرغ المادة كورقيا وغيرها. الحين لا، نشوف مايكات، يعني هي صحيفة لكن في مايك صحيح. وفي كاميرا وفي تفريغ وفي مادة تنشاف مو بس تنقرأ. فهل هذا هو فرض الوجود لوجود تكنولوجيا وطريقتها ولا لسبب آخر؟ هو لا، قاعدتين، وجود تكنولوجيا وهذه متطلبات. يعني إذا تبي تبث أنت من خلال موقعك أو من خلال السوشيال ميديا أنت هذه المتطلبات. اثنين، أسرع في العمل من التقليدي، هذه أسرع، أنت مونتاج بسيط وتطلع المونتاج. تدري حاليا أي أبليكيشنات موجودة على التليفونات أنت تقدر تمشي حالك فيها، ما تحتاج المكسر والعدة اللي موجودة بالاستديوهات، فهي تسرع عليك العملية. وهو دام انتقل لوسائل حديثة يعني يحتاج السرعة، مجبر يروح بالسرعة، بسرعة بتبطأ المادة تروح عليك. يعني لو تتأخر بالضبط عن أي حدث خمس دقائق الآخرين راح ينقلونه، فأنت راح تطلع برا التغطية بالكامل. حتى أتذكر في قبل أسبوع هذا أحداث السودان، قناة الجزيرة نزلوا شيء اللي هو مو عن الحرب، الجانب الآخر اللي هو تجارة الذهب في السودان في الحرب. لا، هي واحدة من أسباب الحرب. أيوة. طلعت. أيوة. ما ندري عنها، احنا ندور أسلحة لأن حرب. فهو طلع أصلا في خلاف أو نزاع على تجارة الذهب. بعدها بيومين قناة أخرى نزلت فاحترقت المادة. شفت السرعة في المادة احترق المادة. فتخيل أنت بتليفون السبق اللي يسمونه السبق، فتخيل أنت بتليفون نفس المكان في ست سبع قنوات قاعد تغطي إلكترونية نفس الحدث اللي ما ينزل مباشر خلال دقائق ما راحت عليه المادة. فهو يستخدم اللي تفضلت فيه، الميكروفون والكاميرا السريعة ومهارات أولية حتى المادة ما تأخذ وقت في الإعداد. حلو دكتور محمد، هنروح معاك لجامعة الكويت، نبي نعرف شنو هي أهم الركائز اللي يعني تحرصون أن كونكم كدكاترة أنكم تغرسونها في طلبة الصحافة بالتحديد، مو الإعلام بشكل عام، أبي الصحافة، شنو هي أهم الأشياء؟ احنا والله الحين حريصين جدا ان نعمل النقله، ان ما يروح على الصحافه التقليديه، انه يروح على الصحافه الرقميه او الديجيتال ميديا للاستخدام. فاي ماده الحين حاليا ما عاد نستقبلها في التقليدي القديم، ان نحولها يعني بدال خبر مكتوب نطلب زياده يكون خبر مسجل، حدث مكتوب نطلبه بعد زياده يكون حدث مسجل. بدينا ندخل المفاهيم اللي هي متعارف عليها الحين، اللي هو السرعة والإمكانيات، وأن الفرد نفسه يخلص الشغل نفسه ما يحتاج فريق عمل كبير بالكامل. فهذه معظم حين المواد عندنا والمقررات قاعدة تروح بهذا الاتجاه، ما في العمل التقليدي، المواكبة الموجودة مع المهارات المتوفرة وما تكلف اللي موجودة بالتليفون. يعني هذه الحالية حتى جريدة آفاق كأنها تحولت صارت حتى آفاق بدها تروح على الشيء المصور، لأن ما عاد التقليدي يفيدك الحين لطبيعة الجمهور. طبعا الجمهور يفرض علينا أن نتغير بسرعة، ما تغيرنا نتأخر. الجمهور قاعد يتغير وانت ثابت ماكو فايدة، لازم تتواكب مع الجمهور بسرعة استخداماته واحتياجاته. أيضا في شيء يذكر بالصحف التقليدية الورقية، كان الناس تحرص مثلا أو تأخذ الجريدة لسبب واحد، هو مثلا المقال لفلان، لأن هذا الشيء اختفى أيضا وجود الصحف الإلكترونية، وأصبحت المقالات ممكن موجودة لكن كشغف ومتابعة قل في الآونة الأخيرة. هل ممكن نشوف بديل في المستقبل؟ له أصل الصحافة أصلها خبر، المقالات التحليل هاي شيء مكمل. يعني راح تلقى تقريبا 70% من المتابعين للصحف يتابع لي خبر بالضبط. بعدين ينتقل اللي هم الأمور المكملة للتحليل، الرأي، التعقيبات نفسها. فهو حاليا راح تلقاها يطلع بفيديو دقيقة ونص يقول رأي،
اللي كان بالصفحه يمكن تقراها يمكن 500 كلمه يكفي عن مقال، فيكفي وراي يعقب على راي يبدي راي، وكثير ما يعني مليانه الوسائل ان راي هي اراء منقوله. الاشكال فيها ان بالسوشيال ميديا او وسائل الحديثه المصداقيه فيها ضعيفه. فاللي يطلع يقول راي مو مدعوم، يعني مدعوم بشخصه هو مو معرف، شخص مو معرف ولا صاحب اختصاص ولا مرجعيه، يظل هذا الفيديو مرور الكرام ما له اثر كبير بس انتشاره عالي. انتشار عالي بس ما له علاقه بسعه الانتشار في الثقه والمعرفه والاعتماد بس على علاقه بالتاثير مو كثير، يعني اقصد انه تاثير وشهره هذا الشخص يعني انا شفته بس ما راح اخذ قرار نتيجه الراي اللي قاله. ايوه يعني بالضبط، هاي فيها اشكاليه قاعد تصير مثبوته علميه عليها جدل كبير، ينتشر بسرعة ولكن مصداقيته يظل فيها مشكوكة فيها يعني. بالنسبة دكتور إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 اللي حطتها الأمم المتحدة من قبل الأمم المتحدة، فما هو دور الصحافة اليوم في تحقيق هذه الخطة؟ طبعا هو الصحافة الأصل تغطي هالمواضيع حتى المجتمع يوعى، يصير عنده درج وعي أو تعطيه شغلات مستقبلية. يعني لما تيجي الاستدامة هنا نتكلم على أمور البيئة، يعني المحافظة على بعض الممارسات اللي هي تأثر على البيئة، خاصة جاينا الصيف فرضا الشواطئ أو البحر. فإذا ما يصير تسليط الضوء عليها باستمرار الوعي ما يرتفع. يعني مصالحنا احنا مرتبطين بعض كلنا. فإذا ما يصير تغطية لازم تكون بمفهوم جديد، التقليدي ما عاد ينفعك. فتعطيه حتى تستفيد الكل يستفيد من الوضع العام. فالأصل الصحافة تسلط الضوء مرة مرتين ثلاث أربع وكل مرة بمفهوم مختلف حتى توصل رسالة، خاصة الأمور اللي اعتدنا عليها اللي نسميها قيم عشان أغيرها أحتاج سنوات. ناس معتادة على شيء عشان تغيرها، مثل استدامة الكهرباء والماء أو تقليل استهلاك الكهرباء والماء. الناس معتادة من صغرها لعمرها 20 سنة تستخدم طريقة معينة، صح. عشان تغير هذا السلوك ما يجي بيوم وليلة، فلازم التغطية تغير تستمر وتغير شوي شوي مع قياس. طبعا الأمر المهم هو قياس التغيير، حتى تعرف ان الصحافه اشتغلت او الاعلام اشتغل ولا، بتشوف مؤثراته على طريقه التقييم. دكتور انت لك باع طويل وكبير في موضوع الاستشارات وايضا المشاركه في لجان في عده جهات. اتساءل عن توقعاتك للمستقبل او ماذا يعني تريد ان يكون في المستقبل للصحف الالكترونيه او الورقيه؟ هل تطلب مثلا أن تنتهي الورق وينتهي موضوع الورق ونواكب كل ما هو جديد، أو أن نبقى نباري ثنتين مع بعض؟ طبعا الصحف الورقية أصبحت حين مكلفة، فأنت مجبر تتخلص منها بأي طريقة، يعني تخفف الانتاج عليها أو الاعتمادية عليها، وهي لها قاعدة تسمونها 80-20، فهي 20% الصحيفة تكون تشتغل بجهد ورقي و 80% تحول الديجيتال أو الرقمي. فاللي مو مواكب راح يكون مكلف عليه والاستمراريه صعبه. يعني يستمر بالسوق صعب جدا يكون هذا الوضع، وهذه مؤشراتها موجوده بالعالم. يعني تروح ببريطانيا بامريكا كلهم راح مشوا في قاعده ال 20 80، 80% راح الديجيتال هو رقمي، و20% ظلوا. يمكن بالكويت يحكمنا التراخيص، الصحف القديمه تراخيصها مربوطه بالنسخه المطبوعه بالضبط، الصحف الجديده غير. القانون اللي 2006 غير، فاللي عنده الرخصه القديمه مجبر لأن القانون يلزمه أنه يقدم ورقة مطبوعة حتى يحصل على الامتياز والرخصة مالته، فهو محافظ عليها لوضع القانون الكيان القانوني بالضبط. بس فعليا قاعد يشتغلون كلهم متغير، كلهم قاعد يتحولوا. طبعا النقلة على عمل تقليدي تاخذ وقت، يعني صاحب القرار هو تقليدي أو المالك تقليدي عشان ينتقل ياخذ 10 سنوات. 10 سنوات بالكويت خذت 10 سنوات عشان أحد ينتقل. برا يمكن الطريقه تختلف. دكتور محمد احنا وصلنا معاك لختام هذا اللقاء، لو تقول لنا كلمه اخيره حاب توجهها للمشاهدين. احنا نامل ان الوعي يرتفع ونعرف نقدر الوسيله اللي هي تنقل المعلومه الصحيحه يعني. وما يقدم الاصل هم لنا حكم عليه حتى ما يكون ماده عامه، يعني كثير من المواد اللي تنقل ما لها مصدر اصلا. فانت من اي مشاهد اي متابع يرى اي وسيله أو أي حدث ما له مصدر يقف، لا يتنقل أو ينقل المادة للآخرين وبعدين
ينزل اللي هو التصحيح الاثر الرجعي، هذا اللي الحاله صايره صعبه عندنا ان تنقل بسرعه وبعدين التصحيح يصير مطلق عليك بالكامل. وبعدها يمكن يطلع الاشاعات وغيره. طبيعي جو الاشاعات راح يصير بالحال، والحسابات الوهميه يمكن اكثر متابعه من غيرها الحقيقيه. دكتور سعد جدا وجودك معنا في هذا اللقاء، ولك كامل التوفيق ان شاء الله. حياكم. مشاهدينا الكرام، كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور محمد البلوشي، عضو هيئه التدريس بجامعه الكويت قسم الاعلام، وفي ماده لكن الماده مو عندي هي ايضا تخص جامعه الكويت، معرض القبول السنوي تحت حضور ورعايه الاستاذ الدكتور فهد الدبيس الارشيدي بالمركز الثقافي في مدينه صباح السالم الجامعيه تحت شعار اختيارك يبني وطنا، ويستمر المعرض الى يوم الخميس المقبل. خلونا نشوف معكم هذا التقرير مع الزميله فاطمه الصايغ.